كابتن عمرو، على الجانب الاخر فرقه سموحه برضو فرقه هايله جدا، عندها اداره واعيه جدا، عندها جهاز فني قدير، كابتن حسام حسن، عندها لعيبه هايله، عندها كل المقومات اللي تخليها تبقى كمان بتنافس وموجوده في المربع الذهبي. وشفناها من 3 4 سنين كانت موجوده بتنافس لاخر وقت على قمه البطوله ولقب الدوري، وكانت بتنافس في ماتش النهائي لكاس مصر وخسرت في اخر الثواني. ليه المنحنى في سموحه عمال يهبط موسم تلو الاخر؟ انا شايف ان سموحه بالنسبه للعيبه اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده مش هو ده الشكل او المضمون ان المفروض فرقه زي ديت تكون بالحجم ده وبالشكل اللي بتصرف عليه تبقى في المركز دوت. انا شايف ان سموحه عندها الامكانيات الكبيره جدا، عندها الملاعب المتوفره، عندها مجلس اداره قوي جدا، ولكن ينقصها حته توفيق النتائج نفسها. يعني سموحه شفناهم يمكن اكتر من 15 مباراه في السيزون دوت ابراهيم ما كسبوش ماتش، يعني ماتش واحد بس. فتحس ان برضه غايب عنهم التوفيق بشكل كبير جدا، لانهم لو بصيت على كل اسماء اللعيبه اللي موجوده لعيبه على مستوى عالي جدا، ولكن برضه ما فيش توفيق بشكل كبير، ما فيش شكل للفرقه. عايز اقول ان يعني السيزون ده المفروض يتمحي من تاريخ سموحه. اعتقد حتى الاداره نفسها لو هتقعد مع الجهاز الفني احنا هنقول ان الشكل ده والوضع اللي وصل له نادي سموحه مش هو ده اللي احنا متعودين عليه، مش هو ده دي الامكانيات اللي موجوده ولا اتصرف عليها بشكل قوي جدا. اعتقد ان في وقفه كبيره جدا من مجلس الاداره في الفتره اللي جايه مع نادي سموحه، حتى في التدعيمات للموسم الجديد، لان سموحه دايما انت كنت متعود عليها ان هي بتدخل بقى في الاربعه الكبار بتنافس على المربع الذهبي. النهارده سموحه بيأدي بشكل يعني سيء جدا في الفترات الاخيره، هزايم كتيره جدا، يمكن الضغط اللي اتحط عليه اللعيبه ديت هم مش متعودين عليه. يعني كان دايما زي ما انا بقول لك كان بينافس على المربع الذهبي، النهارده انت حطيت الضغط تحت في المنافسه على الهبوط من الدوري الممتاز. فانا شايف ان السيزون للنسيان بالنسبه لسموحه، والتفكير في القادم، ما هو القادم وايه التارجت اللي انت عايزه في الفتره اللي جايه. واعتقد ده اللي بيعمله النهارده كابتن حسام، ان هو بنزل بيدي فرصه للعيبه كتير صغيره عشان يشوف السنه الجايه ممكن يكون محتاج مين مش محتاج مين وهكذا. دي حقيقه، وكل الانديه اللي استريحت واللي ضمت البقاء بتعمل كده، وبتعمل ان هي حتى يعني مكمله الفترات فترات الناشئين بتاعتها. المديرين الفنيين بيبداوا يعتمدوا على اللعيبه الصغيره، بيشوفوهم، بيبقى في اختبارات بشكل اكتر من رائع في الفتره اللي جايه، لان انت الشكل اللي انت هتكمل عليه انت عايز المجموعه ديت ولا عايز خلاص تسيب مجموعه وتحاول تجيب استقطابات جديده بالنسبه للانتقالات يعني. فانا شايف ان اداره واعيه، جهاز فني اعتقد محترم جدا، يمكن صادفه سوء الحظ في الفتره الاخيره ان هو يعني انتقل من بيراميدز، من النادي المصري، كابتن حسام حسن لما ساب المصري راح بيراميدز، وبعد بيراميدز جاله سموحه وهو في فترات صعبه جدا. اعتقد الترتيب بالبيت من البدايه هيكون افضل. تقدر بقى تقيم بقى مدير فني، تقدر نقول مثلا كابتن حسام لما يبدا يستلم القياده الفنيه من بدايه الموسم يعمل فتره تعديل ويشتغل بقى من بدايه الموسم. النهارده تقدر تقول بقى وتقيم يعني، لا انا هيمسك الفرقه، هيبقى في تدعيمات، هيجيب لعيبه، تبدا تقيم لغايه نهايه الموسم تقدر تديله الشكل او الشكل الكبير بالنسبه للاداره الفنيه.